يا أهل الجنة استقبلوا، يا أبناء ويا أبناء الأم ويا أحرار الشهداء استقبلوا رحمة الله عليك يا أعظم الرجال، يا سيدهم يا رئيسهم يا أنقاهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. آن الأوان إنك ترتاح يابا. من بعد رحيل القيادي إسماعيل هنية لم تتوقف ابنته سارة عن نعيه بكلمات مؤثرة إلى الآن، حيث نعت ابنة القيادي في حركة حماس والدها كاتبة: انكسر ظهري يابا، وين رحت وسبت حبيبة قلبك سارة؟ كما كتبت في تغريدة لاحقة: الله يابا إنك تعبت طلبتها ونلتها يا حبيبي، ويا محلى موتك يابا، والله كنت سند للكل، والله كنت حنون على الكبير قبل الصغير، كنت حبيب الكل يابا. حكيتها يابا لإخواتي يوم استشهادهم الله يسهل عليهم، وأنا اليوم حكيتك الله يسهل عليك. وكان اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غارة على مقر إقامته في طهران، وذلك بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. وكان ولد إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة في عام 1963، والذي لجأ إليه والداه من مدينة عسقلان بعد النكبة عام 1948. تخرج هنية من الجامعة الإسلامية عام 1987 بعد حصوله على إجازة الأدب العربي، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية عام 2009. وبدأ إسماعيل هنية نشاطه داخل الكتلة الإسلامية واللي كانت بتمثل الذراع الطلابي للإخوان المسلمين في قطاع غزة، واللي منها خرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس. اعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية عام 1989 لمدة 3 سنوات، ثم نفي بعدها إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع مجموعة من قادة حماس. عاد إلى غزة بعد قضائه عاما في المنفى، وتم تعيينه عميداً في الجامعة الإسلامية، وفي عام 1997 عين رئيساً لمكتب مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين. كما انتخب رئيساً لحركة حماس في قطاع غزة عقب مقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عام 2004، كما رشحته الحركة في 16 فبراير 2006 لتولي منصب رئيس وزراء فلسطين، وتم تعيينه في 20 من ذلك الشهر. وانتخب في مايو 2017 رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، وذلك خلفاً لخالد مشعل. وتعرض إسماعيل هنية لعدة محاولات اغتيال كان آخرها في عام 2003، وفي 10 إبريل الماضي قتل 6 أفراد من عائلة هنية، بينهم 3 من أبنائه وعدد من أحفاده. وصرح وقتها أن دماء أبنائي وأحفادي الشهداء ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني. أنا أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمني به باستشهاد أبناء الثلاثة وبعض أحفادي. وكانت أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.